اهلا بحضراتكم من جديد. الناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد عويس اللي هيشرفنا كل تلات كضيف ثابت هنا. اهلا وسهلا بيكم، منور الاهلي الليله ومنور بيتك طبعا قناه الاهلي. ربنا يخليك كابتن عبد الحميد، مبسوط ان انا معاكم، مبسوط اول طلعه، اول ظهور ثابت طلعه كمان، ده تبقى طلعات خلي بالك ان شاء الله في قناه النادي الاهلي معاك، واتمنى ان انا اكون عند حسن ظن مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اللي هو الحقيقه اعظم جمهور في الكون. اكيد طبعا احنا كمان بنسعد بيكم، بنسعد دايما بارائك البناءه والايجابيه جدا جدا. تعال الاول ندخل في الحدث. النادي الاهلي بعت النهارده للكاف، قال لهم الاسباب ان احنا اشتكينا من الحكم بناء على الجواب اللي بعته الكاف للنادي الاهلي، وقالوا لنا الاسباب ايه. لانه الحقيقه الحكم البوتسواني بتاع ماتش النجم الساحلي كان متحامل بصوره، يعني بصوره يعني مش اخطاء تحكيم اللي هي الاخطاء العاديه، لا، في اخطاء بتبقى بتحس ان هي عاديه تعدي في الماتشات، الحكم مش شايف، الحكم قدر غلط، ولكن في المباراه الحكم الحقيقه كان تحس اخطاء متعمده، والاهلي الحقيقه تعامل مع الامر بمنطقه من البدايه بهدوء وسلاسه. قدم شكوى، الاتحاد الافريقي رد عليها، فهو بيرد دلوقتي على الاخطاء اللي حصلت في المباراه، وهي اخطاء الحقيقه معظمها كارثي، وعدد الاخطاء بالتوقيتات لانه ماتش النجم الساحلي خلص خلاص، يعني ماتش النجم الساحلي عدى، احنا مستنيين التحكيم اللي جاي يكون افضل، مستنيين تحكيم عادل، لان احنا بنعاني من التحكيم بقالنا سنتين ثلاثه بنخسر بسبب التحكيم، والحقيقه انه في ماتشات كتير قوي ضاعت من الاهلي بسبب التحكيم واخطاء التحكيم، ماتشات بطولات كمان، ماتشات بطولات، كارثه سان داونز الحقيقيه كانت بخطا تحكيمي في بدايه الشوط الثاني، ضربه جزاء وهميه اتحسبت فيها هدف جت في ايد اللاعب واتحسبت، فالحقيقه احنا بنعاني من التحكيم، ولكن الاهلي في ساعتها ما اتكلمش، مستوى اللعيبه ما كانش على المستوى، انما الحقيقه احنا في ماتش النجم الساحلي لعيبه الاهلي بيلعبوا 10 من الدقيقه 11 في بدايه المباراه وقدموا اداء رائع، ولحد نهايه المباراه هم مسيطرين، نجم الساحلي راح بكره واحده وعرف يخلص المباراه، ولكن اعتقد انه الاهلي في طريق صحيح للدفاع عن حقوقه في البطوله دي بالذات، لان هي بطوله مفصليه في مشوار النادي الاهلي اكيد الافريقي. اكيد بدأناها بخساره غير مستحقه تماما النادي الاهلي طبعا، النجم الساحلي خسرنا فيها 3 نقاط، يعني ما نستاهلش ان احنا طبعا، والنتيجه حتى نتيجه الهلال السوداني 2-1 مش لا تعبر تماما عن سن المباراه، الاهلي مضيع فرص كتير قوي، ومباراه ظهر شهدت ظهور رائع لمحمد مجدي قفشه في مركز 8، والحقيقه انه قدم زي ما بيقولوا بقى اوراق اعتماده الحقيقيه في المباراه دي. واعتقد ان بدايه، واعتقد ان خلاص يعني المجموعه شبه محسومه للاهلي والنجم الساحلي، هو بس التنافس على مين هيبقى اول مجموعه. والله انت عارف الكره في افريقيا، لكن اللي مطمنا او مطمنا انا شخصيا كمان المستوى ما شاء الله ما شاء الله الثابت اللي ظهر عليه الاهلي، والفكر الفني الرائع المدرب السويسري نيفل. هو الحقيقه انه بدا مباراه النجم لحد حاله الطرد الاهلي كان مسيطر تماما، فرقه النجم كانت خايفه جدا، بتدافع، بتلعب في ثلث ملعبها، الاهلي مسيطر، الاهلي لو كمل المباراه كامل على الاقل، يعني لو رجع متعادل كنا هنزعل، الاهلي كان مسيطر تماما، والاهلي كان عنده قدره انه يتعادل حتى وهو بيلعب ب 10 لعيبه، واخطاء التحكيم وتحجيم المباراه تماما على لعيبه النادي الاهلي هو اللي خلى الاهلي ما يقدرش يجيب هدف تعادل، رغم كل اللي حصل ده وكل اللي حصل من الحكم، كان في هجمه لاجايله ولو اتصرف فيها بهدوء شويه كان هدف التعادل، كان في الدقيقه 80 تقريبا او الدقيقه 82 بالزبط. ولكن كل ده عدى، احنا اللي جاي عندنا ماتش بلاتينيوم في نهايه ديسمبر هنا في القاهره، وهنلعبهم بعد كده في زيمبابوي، واعتقد انه الاهلي قادر على انه يحقق 6 نقط في الذهاب والعوده، وهيبقى خلاص قرب بشكل كبير قوي، لانه جاي له النجم الساحلي بعد كده هنا، اعتقد انه هيحسم بشكل كبير في الجوله الخامسه صعوده لدور الثمانيه، لان هي دلوقتي بقى دوري ابطال افريقيا بيبدا مرحلته الحقيقيه في دور الثمانيه. قبل ما اكلمك على ماتش الهلال السوداني شفته ازاي وشكل الاهلي ازاي، عايز بس اقول لك جزء كده من خطاب الكاف اللي تلقاه النادي الاهلي، قال فيه ايه؟ قال اشار فيه لاهتمامه بشكوى النادي الاهلي تمام من الحكم البتسواني، وانه حريص على توفير النزاهه والشفافيه، ده الاتحاد الافريقي بين كل الفرق المتنافسه، وان الاتحاد الافريقي يسعى باستمرار او يعمل باستمرار على تطوير منظومه التحكيم. ما هو التحكيم في افريقيا فيه مشكله، يعني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي كان عارف اللي هو المثل بتاعنا، مش عارف اشوف كلامك ايه واشوف يعني. لا ما هو الحقيقه انه في ازمه في التحكيم الافريقي، وانفنتينو رئيس الاتحاد الافريقي لما كان في كونغو بيحضر احتفالات مازيمبي بمرور 80 سنه على انشائه، قال ان احنا في خطه
للتحكيم الافريقي وان احنا نطور التحكيم الافريقي وان احنا الاتحاد الدولي الاتحاد الدولي اسف أوكي. ولتطوير الاتحاد تطوير التحكيم في افريقيا وان احنا هنختار 20 حكم وهنبدا نهتم بيهم وهم اللي هيشتغلوا في كل الماتشات وبتاع. فالعالم كله عارف ان افريقيا فيها مشكله في التحكيم، والحقيقه قضايا الفساد انه في اكتر من 20 حكم او 25 حكم موقوفين في افريقيا في الفتره اللي فاتت عشان قضايا فساد، يعني في قضايا فساد كتير جدا موجوده في افريقيا. فنتمنى التحكيم على قدر المستوى، لان البطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي هي نسخه من اشرس النسخ الموجوده في تاريخ البطوله الحقيقه. نتائج المباريات كلها قويه جدا، في منافسه كبيره جدا، في كل الفرق اغلب الفرق اللي موجوده اللي هيوصلوا دور الثمانيه هيبقوا كلهم واخدين البطوله قبل كده، فاعتقد انه دور الثمانيه هيبقى الموضوع صعب شويه. تمام. الاهلي دايما لما بيتكلم في المصلحه العامه قبل ما يتكلم على مصلحته الشخصيه، ده اللي متعودين منه دايما في النادي الاهلي. تعال اقول لك كمان، النادي الاهلي في الخطاب اللي ارسله للاتحاد الافريقي كان فيه برضو جمله مهمه جدا، قال الاهلي اكد على رده على دور التفعيل مبدا المساواه بين جميع الانديه المتنافسه عند تعيين الاطقم التحكيميه. في ايه بقى؟ حيث شهدت هذه التعيينات خلال الفتره الماضيه بعض الدلائل او الدلالات السلبيه بسبب اسناد مباريات مهمه لبعض الانديه المصنفه على ارضها لحكام غير مصنفين. يعني انت جاي على ارضي ادي لك حكم مش مصنف، انا بقى اروح العب بره يديني حكم مصنف. خلينا نكون واضحين، بعض الفرق التونسيه بتاخد على ارضها حكام مش مصنفه، وبره ارضها بتاخد حكام ده اللي بيتكلم فيه النادي الاهلي، وبيتكلم في جميع الانديه مش بيتكلم عليه هو. بالظبط، يعني الترجي حكم له في ماتش الرجاء في المغرب، حكم له فيكتور جوميز حكم رقم واحد في افريقيا، لما رجع تونس اعتقد كان حكم اقل بكتير. فالفكره انه كل الانديه تبقى زي بعض. وبعدين الحكم البوتسواني حكم للاهلي مباراتين و30 وده غلط، يعني حكم مباراه دور ال 32 واول مباراه دور ال 16 في المجموعات. والحاله مش عارف ازاي الاتحاد الافريقي لما بيجي عين حكام مش شايف قبل كده هو مين حكم ومين ما حكمش، وخلاص زي ما بتيجي، يعني زي ما بتعدي. زي ما قلنا هو التحكيم في مشكله، التحكيم في افريقيا مشكله كبيره على كل الفرق الحقيقيه، ولكن بتبقى اوقات بتصب في مصلحه منطقه معينه من افريقيا. ما ده اللي انا بستغربه، لان هو بيتكلم هنا عن ان هو بيطور مستوى التحكيم وان هو حريص دايما على العداله والشفافيه التحكيميه، وفي نفس الوقت بيدي الحكم مرتين للفرق وحكم مش مصنف وحكم اعتقد مصنف. ان وقفه الاهلي في التوقيت ده مهمه جدا، كان لازم، واعتقد كان لازم الوقفه دي، يعني لانه الاهلي وقفته ما كانتش بسبب مباراه النجم، الاهلي الوقفه بسبب المباراه اللي جايه، لان انت عندك بالزبط. كان عندك لسه 5 مباريات في دور المجموعات، عندك بعد كده دور الثمانية سيمي فاينل وفاينل، فعندك هتلعب 11 مباراة تانيين أتمنى إن التحكيم يبقى فيهم عادل، ومباراة الهلال كان الحكم كويس. وكمان برضو أنا بقول للكون كله يا جماعة خلي بالكم إن أنا مش هسكت على أخطاء تحكيمية بعد كده، طبعا. سواء بقى أفريقيا ما أنا بقول الوقفة عالم الوقفة دوري. مهمة، واخد بالك؟ الوقفة مهمة بالظبط. أنا مش عايز غير حقي فقط لا غير. أعتقد إنه أفريقيا إن شاء الله اللي جاي هيبقى أحسن يا رب يا رب. ماتش الهلال السوداني، الأهلي قدم فيه مباراة رائعة، هدف جه كده يعني انا قلت مش مشكله دي احنا بنغزي العين، لكن كان في سيطره شامله للنادي الاهلي، كان ممكن نعمل سكور كمان في هذه المباراه. طبعا بس خلينا نكون واضحين، هدف نغزي العين، وهدف ان شاء الله مش هياثر على الاهلي ان شاء الله في مسيره دور المجموعات، ولكن هدف زي ده في ماتشات اللوك اوت لا ان شاء الله مش مزعج، ان شاء الله مش يعني هدف هول في مرماك وانت بتلعب رايح جاي بتلعب خروج مغلوب، لا ما ينفعش ان شاء الله مش لازم الفرقه تبقى مركزه لحد اخر دقيقه. انا معاك جدا، لانه طبعا انت الماتشات بتتحسم في تفاصيل، وانت يعني لقطه صغيره جدا، احنا كنا بالاهداف لو 2-0 هنبقى في المركز الثاني، بقينا في المركز الثالث بالاهداف، احنا زينا زي الهلال السوداني، ولكن هو بقى 2-2 واحنا هم بقوا تقريبا هم فرقوا شويه عننا في الاهداف، فبقوا هم فوقينا في الاهداف. فده الحقيقه لازم الاهلي ياخد باله منه، لازم اللعيبه تاخد بالها منها، ان احنا ما ينفعش يدخل فينا جول بالسهوله دي وانت مسيطر ومضيع 7-8 فرص والماتش يخلص 5-6 يعني طبعا بقول نغزي العين على سبيل التهريج، لكن قبل الجول كمان كان في انفراد، مش عارف انا كنت في الاستاد فشفتها اوف سايد، مش عارف كانت باينه في التلفزيون ايه، لكن طلعت الحمد لله. كان قبل الهدف بحوالي 3-4 دقائق، يعني الحمد لله كان ممكن انت مسيطر زي ما انت بتقول، لكن اعتقد انت عارف كل ما بتبقى المباراه يعني مهمه جدا كل ما بيبقى تركيزك فيها عالي جدا، لكن لازم التركيز يبقى ثابت طبعا طبعا لازم تمام. لحد ما هو طبعا عشان كان في 8 دقايق وقت ضايع، فالوقت ضايع كان طويل، فاللعيبه ممكن تكون فقدت تركيزها في اخر الوقت، ولكن ما ينفعش ده يحصل. النادي الاهلي دفاعه دفاع قوي وماشي كويس، حتى في مباراه النجم وانت في تونس وانت بتحصل تغييرات اضطراريه طول الوقت،
الدفاع ما تهزش وما حصلتش الاخطاء كتيره، فاتمنى انه ما يحصلش تاني في المباراه القادمه. كنت في الاستاد في الماتش ده ولا لا؟ لا لا، لما شفت الكابتن محمود الخطيب نزل بين الشوطين او سمعت ايه اللي جه في دماغك؟ بص، او شفت الموقف ده ازاي؟ انا طول الوقت عندي مقوله بقولها من انتخابات النادي الاهلي في 2017، انه النادي الاهلي جمعيته العموميه الحقيقيه هي جمهوره، 70 مليون اهلاوي هم دول جمعيه الاهلي العموميه. جميل. الكابتن محمود الخطيب ادرك، هو مدرك ده وعارف ده، عشان كده كان خد قرار على طول. يعني انت عارف انت ايه اللي بيقول لك ايه، الجول بيجي في ثانيه. هو خد قراره قرار مهاجم، يعني قرار الكابتن محمود الخطيب ده قرار مهاجم مش قرار رئيس نادي، اللي هو خد قرار فاجئ بيه الجميع انه قرر ينزل، وهو في تعبه ده قرر ينزل ويروح للجمهور. تمام. الحقيقه انه عارف انه جمهور الاهلي، الجمهور ده حمايه، زي ما هي مقوله حقيقيه جدا، انه جمهور الاهلي هو اللي بيحميه، وانه قرر ينزل للولاد الملعب ويتناقش معاهم ويعرف ايه المشكله ويتدخل لحل الازمه. حقيقه ده معنى الاهلي، يعني ده معنى الاهلي، جمهور في ظهر رئيسه وفي ظهر مسؤوله، ورئيس بيتحامى بجمهوره وبيقف مع جمهوره في وقت الازمات. هو ده الموضوع، ان الجمهور ده حماه فعلا. لان انت اي واحد بيبقى عضو في النادي الاهلي، جمعيته العموميه 140,000 كلهم مشجعين النادي الاهلي. تمام. ما تلاقيش في النادي الاهلي المشهد اللي ممكن تشوفه في اماكن تانية، انه لو انت قاعد في حديقه النادي الاهلي والاهلي جه فيه جول تلاقي هيصه. انت وانت قاعد بتتفرج على الماتش في النادي الاهلي، لو الاهلي لا قدر الله حصل فيه حاجه جه فيه جول نكد، يعني تلاقي هجوم تام، تلاقي كل اللي قاعدين اهلاويه، يعني مفيش عضو. بالظبط. اي حد بيبقى عضو في جماعه النادي الاهلي بيبقى اهلاوي، حتى لو مش اهلاوي هو رايح الاهلي عشان يبقى اهلاوي، لانك دي يعني انا طول الوقت مؤمن بده، انه الاهلي جامعته عموميه، حتى انا عضو جامعه في النادي الاهلي وداخل النادي الاهلي بقى عشان انا اهلاوي، عشان انا بحب النادي الاهلي، مش عشان النادي الاهلي هو نادي اجتماعي. ده في المرحله الثانيه بالنسبه لي. بالظبط. انما في المرحله الاولى هو النادي الاهلي، هو نادي كره القدم. كابتن محمود الخطيب عارف ده ومدرك ده، وهو رئيس النادي الاهلي، وهو جاي نجم كوره، جاي من الملعب، جاي من النجيله، جاي من صوت الناس دي، سامع الناس دي في ودانه، فهو عارف انه الناس دي هي حمايه فعلا، فعشان كده نزلوا حل الازمه. والحقيقه كان زي ما هو طول الوقت بياخد قرارات كده مفاجاه لما كان هو لاعب، يعني فجاه لما خد الكوره بكعبه في ماتش تونس، ما حدش كان هيفكر ابدا انه في واحد بيجري كده فياخد الكوره، فهو طول الوقت قرارات مهاجم، اللي هو في لحظه بيخلص الموضوع وانت ما تعرفش ايه ده، ايه اللي حصل. فالحقيقه انه كان قرار موفق جدا، والحقيقه حل الازمه في ثانيه، وبعد ما كان في حاله شده بين الجماهير انتهت، والجمهور بدا يهتف للنادي وبدا يهتف كابتن محمود الخطيب تاني. لان الفكره، وبعدين انت في حاجه مهمه جدا، 85% من الشباب اللي كان موجود في الملعب ما شافش كابتن محمود الخطيب هو لاعب، بس عارف يعني ايه محمود الخطيب. عشان كده لما نزل محمود الخطيب الناس سكتت، خلاص الموضوع خلص انتهى، عارف انه ده نجم الاسطوره، هو وجمهور الاهلي بيحترم رموزه طول الوقت، جمهور الاهلي بيحترم رموزه، وعارف يعني ايه رموز، وعارف يعني ايه رئيس نادي الاهلي، وعارف يعني ايه محمود الخطيب. فالحقيقه كانت تلخيص التحرك محمود الخطيب لجمهور النادي الاهلي ملخص كامل لمقوله جمهوره ده حماه، انه الجمهور بيحمي النادي وبيحمي رئيسه، ورئيسه بيقدر جمهوره، ولو في ازمه هو اللي بيحلها بنفسه. جميل. رغم حاله التعب الشديده اللي هو ظهر عليها، ولكن نتمنى له طبعا الشفاء، هو المفروض هيسافر النهارده، ونتمنى الشفاء لعجل كابتن محمود الخطيب. النهارده فعلا هيفضل. والحقيقه كان مشهد بيجسد معاني كتير في حب النادي الاهلي. اكيد. والكابتن محمود فعلا النهارده مسافر لباريس، ان شاء الله يستكمل برنامجه العلاجي مده اسبوعين، ان شاء الله ترجع لنا بالف سلامه. يعني على عينينا والله تعبه لما بشوفه كده. طبعا على عينينا طبعا، ولكن في التعب ده بي 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 بيعمل الوحده الاقتصاديه اللي اتمضى الورق بتاعها يوم الاربعاء اللي فات، تحركات لصفقات يناير، حاجات كتير قوي بتحصل في النادي الاهلي. النادي الاهلي بتطور فرع طيبه، النادي الاهلي فرع التجمع، الفروع التانيه بيحصل فيها تطور، الاهلي بيتطور على المستوى الاجتماعي بنفس التطور اللي بيحصل على المستوى الفني والكروي. بالظبط. ما ينفعش ابقى انا رئيس نادي الاهلي كابتن محمود الخطيب واولادي يسيبوا الاستاد ويمشوا. انا طبعًا نزلت ملعب عشان اعمل كده. طبعًا ما ينفعش تمشوا وانا قاعد موجود. طبعا لا، ما انا بقول لك هو تجسيد كامل لمقوله، يعني فيها معاني كتير جدا، جمهوره ده حمايه. انتوا من يعني الناس اللي في المدرج دول هم اللي بيحموا النادي الاهلي، ما ينفعش تمشوا،
لازم تبقوا موجودين صح. عشان انتوا اللي هتحكموا النادي انا الاهلي. موجود كمان يعني انا ده انتوا ولادي. اي بالظبط كده. مش هزعلكم ابدا. مش هزعلكم ابدا بالزبط. ونزل اتناقش معاهم وحل المشكله واتصل. والحقيقه لازم بعيد بقى عن اللي حصل، لازم نعمل حاجه اي حته في العالم يا كابتن ميدو، وانت رايح الملعب على التذكره بيبقى مكتوب انت المفروض تعمل ايه وتاخد ايه وايه المسموح وايه اللي مش مسموح. اعملوا على التذكره الكلام ده، يعني اعملوا على التذكره المسموح للناس المشجعين وهي رايحه الاستاد تاخد كذا وكذا وكذا. معروف ان اللي داخل ملعب كوره المفروض يبقى معاه ايه، يعني داخل ملعب كوره ومش داخل سينما. مفيش حد داخل سينما بيبقى داخل معاه طبله وترومبيته وعلم. اللي داخل سينما داخل معاه فشار، بس ما ينفعش ادخل ملعب كوره معاه فشار. انا داخل ملعب كوره عشان اشجع، داخل ملعب كوره. ما ينفعش ادخل السينما وانا معايا ترومبيت. اه بالظبط كده. ما ينفعش ادخل السينما وانا معايا ترومبيت. وما ينفعش ادخل الملعب وانا معايا فشار بس. فالحقيقه لازم تتحط اسس، مش عارف صراحة. ولازم يبقى الموضوع مقنن، ولازم يبقى فيه حل، عشان ولازم شركات الامن اللي تبقى مسؤوله عن تامين المباريات تاخد الناس اللي شغالين فيها، ياخدوا دورات يعني ايه ماتشات كره قدم ويعني ايه جمهور كوره. مشهد غريب يا استاذ احمد، مشهد غريب، والكابتن الخطيب خلص عليه او قضى عليه. يعني ما هو عشان مش شايف في حاجة عشان ما يحصلش تاني كده. بقى عشان ما يحصلش تاني لازم يبقى في 1 2 3 4، لان انت كل ماتشاتك اللي جايه في افريقيا ان شاء الله على استاد السلام، او لو في عدد اكبر هتبقى ان شاء الله على استاد القاهره. يعني لو احنا ماتشات محتاجه جمهور اكتر هنروح استاد القاهره. محتاجه التعامل الامني والجماهيري بمنطق، عشان لا الامن يبقى زعلان ولا الجمهور يبقى زعلان. لازم يبقى في اتفاق، يعني لازم يبقى في اتفاق. ما هو احنا كان عندنا كاس الامم 23 سنه خلصت وكانت الدنيا زي الفل، زي الفل. كاس الامم الكبرى والدنيا زي الفل، ما فيش اي مشكله. فلازم الناس تبقى عارفه انه في جماهير. ولازم يبقى مسموح، ولازم مسموح. هل نحدد ناس معينه اللي هي قاده التشجيع يبقى هم اللي مسموح لهم بدخول الحاجات دي؟ هل نسمح لعدد معين؟ هل نعمل ورق، يعني نقعد نعمل ده الطبله او الترومبيته دي ايه المشكله فيها؟ ما انا بقول لك لازم يبقوا عارفين، يعني لازم يبقى ده يتقال ولازم يتعرف. يعني هل القائد التشجيع ده هم خمسه مثلا اللي معاهم طبل في اللي معاهم مجموعه الطبل في الاستاد، فيبقى معروف هم دول اللي داخلين بيها، اي حد تاني خلاص ما تدخلش. يبقى في حاجه، في قانون للموضوع، انما ما يبقاش كل واحد برايه. يعني ما يبقاش احمد عويس هو اللي قرر ياخد قرار فجاه لا الطبله مش داخله، لا ادوات التشجيع مش داخل. بالظبط. لا لازم يبقى في اتفاق. بالظبط. لانه برضو خلينا نكون واضحين، ما بقاش حاجه مزاجنجيه، يعني الحاله اللي هو مش مدخلك الحاله الامنيه طول الوقت، انت لازم تبقى مقدر الحاله الامنيه. فلازم يبقى في توافق بين الجمهور والامن عشان نوصل لحل ان احنا طول الوقت عايزين الجمهور في الملعب. احنا اكتر نادي اتضر احتراما للحاله الامنيه. طبعا طبعا الجمهور، بس احتراما للحاله الامنيه احنا ما عندناش مشاكل. الجمهور يا كابتن ميدو هو روح كره القدم. بص الملعب في ماتش الهلال كان عامل ازاي. بالزبط. والملعب في ماتشات الدوري بتاع من غير جمهور بيبقى عامل ازاي. بالظبط. وياما جماهيرنا عانت. طبعا. معلش يا جماعه الحاله الامنيه حاضر. معلش يا جماعه بس فاعتقد طالما الدنيا جميله مفيش مشكله. وجود الاهلي في استاد السلام طول الوقت اللي هو ان شاء الله بعد التوقيع على التفاهمات والعقود استاد الاهلي ان شاء الله هيبقى استاد النادي الاهلي في خطوه موفقه جدا للنادي الاهلي. فوجود النادي الاهلي وفريقه وجمهوره في استاد النادي الاهلي في السلام هيبقى على الاقل مثلا موجود 5000 او 7000 كل ماتش. فلازم يبقى موجود في حل، يعني لازم يبقى في حل عشان نبقى عارفين ان احنا خلاص هنلعب هنا بجمهورنا وي وي وي. اعتقد انه القيادات الامنيه فاهمه ده، واعتقد ان هي عايزه تعمل ده، لان رجوع الجمهور للملاعب هو عوده لروح كره القدم في الملاعب المصريه. بالزبط. احنا طول الوقت ممثلين كويسين قوي في الملعب. النادي الاهلي بدا بدايه فايلر مع تطور الاهلي مع فايلر رائع، اتمنى انه يكمل على كده. والجمهور كمان وجود الجمهور مع الاداء الراقي للنادي الاهلي مع فايلر هيفرق كتير جدا في مستوى اللعيبه. وانت اللعيب لو عنده، وانت لعيب كوره وعارف يا كابتن عبد الحميد، لما بتلعب وسط 100000 غير لما بتلعب وسط 8. اكيد. يعني انت بتلعب وسط 8 حتى مش مالكش نفس، لما بتلعب وسط 100000 الموضوع بيفرق معاك كتير. بتبقى سامع صوت الناس في ودانك، سامع الاهزيج والغنى، وانت عارف انه لما تعمل لعبه حلوه هتسمع الهاف في الملعب. هم بيطلعوا منك، بيطلعوا منك حاجه ما فيش اي مخلوق. زي بالظبط كده اي ممثل في الدنيا لو دخل المسرح لقى الكراسي فاضيه هيمثل، هيعمل المسرحيه بتاعته، هيعمل دوره. لو لقى 8 هيعمل دوره، بس مش لما يلاقي المسرح كومبليت. صح. هتفرق كتير قوي. صح صح. المشهد تحس ان هو يعني في حاجه مش مظبوطه. جماهيرنا ما شاء الله ملتزمه جدا، بس في حاجه بتحصل. مش عايز اقول في حد قاصد يعمل مشكله، حد عايز يطلع جماهيرنا بره النص،
حد عايزنا نخسر جماهيرنا. ما هو برضو طول الوقت، ما هو انت في زي ما بيقولوا في التقارير الامنيه، ما تقدرش ابدا طول الوقت تغفل موضوع التقارير الامنيه، لان في اوقات كتير جدا بتبقى صح. فطول الوقت برضو انت الحاله الامنيه مهمه جدا، فما تقدرش تغفلها ولازم تبقى واخد بالك منها. عشان كده بقول انه لازم يبقى في اجتماعات ولقاءات امنيه مستمره بين الناس المسؤوله عن تامين المباريات والمسؤولين في الانديه وقيادات الجماهير، لان هو ده اللي هيحل الموضوع. الحل الموضوع مش ان احنا نمنع الجماهير، حل الموضوع ان احنا نخلي الجماهير تحضر بس باتفاقات مسبقه وبقواعد مسبقه. يبقى في زي ميثاق كده ممكن تقول بالزبط. عليه يبقى سهل ده ولا صعب؟ سهل جدا. ما انا بقول لك انت اكتب على التذكره، انت اي حته لو رحت حضرت اي مباراه في اي حته بيبقى مكتوب لك على دار التذكره ممنوع اصطحاب مش عارف ايه، ممنوع مش عارف ايه، ممنوع مش عارف ايه. حدد الممنوعات اللي انت عايزها في حدود مباراه كره القدم. انت ما تجيش تقول لي ممنوع ان انت تاخد علم، ممنوع ان انت تاخد ترومبيطه، ممنوع ان تاخد طبله. ما هو انا كده لما انا داخل سينما مش داخل ماتش كوره. فانت حدد لي الممنوعات اللي هي ممنوعات، يعني ممنوع دخول آلات حادة، ممنوع دخول ولاعات، ممنوع دخول مشروبات، ممنوع ممنوع. دي حاجات متفق عليها وتكتب ده عشان لما الناس تشتغل على الماتشات يبقى عارفه انه اللي جاي معاه كذا مش هيدخل، او مش هيدخل بيه. تمام. اللي جاي معاه كذا هيدخل. تمام. وخلاص، ويبقى المتفرج رايح الماتش وهو عارف الموضوع ايه. واعتقد ان فكره الفرع دي وبطاقه المشجع اللي عملها النادي الاهلي هتحل كتير قوي الفتره اللي جايه ازمه، وكمان هتقلل من حده التوتر شويه لو في توتر. طبعًا. يعني طبعًا. لو لسه في توتر هتحد منه، يعني انا عارف داخل عندي المسموح بيه كذا، الممنوع كذا، فخلاص انا داخل. بالظبط بالظبط. لكن وهي لو كمان بوابات تخرجني تقول لي انت معاك طبله او معاك مش عارف اللي اعتقد استاد النادي الاهلي، مش هنقول السلام. خلاص، ما استاد النادي الاهلي، استاد النادي الاهلي في بوابات الكترونيه. كل دلوقتي بيجري عشان يعمل حق انتفاع بعد ما كانوا بيقولوا انتفاع مش انتفاع، دلوقتي كله بيجري عشان يعمل حق انتفاع. حاجة كويسة مش كده؟ طبعا طبعا. لازم لما يكون لك ملعب وانت عارف ملعبك. 25 سنة هو 25 سنة او لحين استاد الاهلي، بناء استاد الاهلي، الاستاد الاهلي بقى الكبير ان شاء الله الكبير. واعتقد ان ملعب الاهلي، الاستاد الاهلي هيبقى هتسمع، اعتقد ان في مفاجآت قريب ممكن تسمع انه هيبدا الموضوع ان شاء الله. هيدخل هم بادئين فعليا. محمد سراج عامل دراسات رائعة، واعتقد ان هو المجلس ادارة النادي الاهلي امبارح كلفه بانه مسؤول عن تطوير الاستاد السلام، وانه يعني تطويره بقى في الاستاد الاهلي والحاجات اللي هتتعمل. واعتقد انه هيعمل حاجه كويسه قوي لانه عمل دراسات كتير قوي في الموضوع ده. تمام. لكن هو الموضوع ان انت تاخد حتى 25 سنه، شايف ان هو ما شاء الله عمر. طبعا طبعا. انت عندك كيان خاص بيك، بتوسع كمان ملاعب، تشيل الضغط اللي على الملاعب بتاعتك الاساسيه، قطاعات الناشئين. وبعدين كمان انت طول الوقت لما بتلعب على ملعب واحد بتحفظ ابعاده وبتحفظ نجيلته. مش النهارده بتلعب على برج العرب، بكره بتلعب على السلام، بعده بتلعب على بترو سبورت، اول امبارح بتلعب في القاهره. لا، انت عندك ملعبك، لعيبتك حافظاه، جمهورك حافظه، عارف بيروح ازاي. انت عارف انت لما بتروح مكان اول مره بتبقى تايه، انما بتروح مره واثنين وثلاثه تحس المكان قرب حتى لو بعيد. يعني جمهور الاهلي رغم استاد برج العرب كان بعيد جدا، بس من كتر المروح اتعودوا عليه، فبقى المشوار بالنسبه لهم مش صعب. تمام. فاستاد السلام هو في منطقه في اخر القاهره شويه، ولكن مع التعود ومع التحرك الكتير هيبدا جمهور الاهلي ياخد عليه، وهيبقى بالنسبه لهم زيه زي استاد القاهره. انت رايح بيتك كمان، انت رايح بيتك بالظبط كده. التفاعل كان على السوشيال ميديا ازاي، والناس اللي قاعده واللي قاعد في بيتي، وانا رايح اعمل بيتي، والنظافه اللي نظفوها الاستاد، واخد بالك؟ يعني انا بقول لك يا كابتن، انت بتلعب على ملعب وتحفظه، تحفظ ابعاده، هتلعب عليه زي ما بيقولوا بيلعب على المغمض. عارف ان هو لما هيعمل وهو بيتمرن عليه مهم جدا. فكره مهم انت جداً. ان انت بتتمرن على الملعب وبتلعب عليه دي مهمه جدا، لانك حافظ ابعاده. انت لو شفت الكوره اللي عملها افشل لحسين الشحات في مباراه الهلال، اعتقد ان لو اتدربوا عليها كتير وبقوا في الملعب هيبقى حافظ ابعادها. لما يحط رجله في الكوره هيبقى على فكره كلامك صح 100%. المساحه اللي بيعملها في التمرين هي المساحه، انت حافظ الشكل كمان، حافظ الشكل في التمرين. المساحه اللي بيعملها في التمرينه هي المساحه اللي بيعملها في الماتش، فمش هتطول منه. انما انت بتتمرن على التتش ابعاده مختلفه، بتتمرن بتروح تلعب في برج العرب، فالحقيقه حاله التوهان دي اعتقد ان انتهت تماما بخطوه توقيع عقد سدنا الله. تمام. هنخرج بره الموضوع بتاعنا شويه ونرجع تاني ندخل في الموضوع الاهلي والبطوله بكره ان شاء الله، الدوري العام باذن الله، وشوف كمان نتكلم كمان عن شكل الاهلي الافريقي، وشايف شكل الاهلي الافريقي ازاي.
بعد كده، بس تعالى نتكلم عن الدوري ومفاجاته، الكاس اللي حصل في الكاس. يعني انبي النهارده خارج من الكاس من الترسانه، النهارده كسب 4-1. بيكسب الجونه في الجونه 4-1. بتقيم الحاجات دي ازاي؟ انا مش عارف فرقه الجونه الحقيقه مستواها السنه دي، رغم انها بتضم مجموعه من الشباب والنجوم مجموعه رائعه. هل ازمه مدرب؟ هل المدرب مش عارف يستغل امكانيات اللعيبه؟ انا مش عارف، لان الفرق فعلا المجموعه دي اللي السنه اللي فاتت في نهايه الدوري قدموا اداء رائع وكانوا على مستوى الحدث، احمد ياسر ريان واحمد حمدي والسنه دي انضم عليهم نجيب وباقي، يعني مجموعه كبيره جدا من النجوم. اعتقد ان كله كان متخيل ان الجون هيبقى جبار السنه ده حقيقي، ففي ازمه، في ازمه. اعتقد انه ما اعرفش هل هيستمر المدرب اللي موجود مع الفريق ولا هيمشي، بس اعتقد ان النهارده. طب هو كان الجون اللي وحش ولا امبي اللي كان كويس قوي؟ ما شفتش الماتش، ما شفتش الماتش آه. ولكن الجونه ما قدمش السنه دي ما يشفع له، حتى في مباراه الاهلي كانوا بمجرد ما وليد جاب الجون استسلموا تماما للهدف. طبعا انت بتلعب الاهلي والاهلي فايق وي وي اتكلم فيه بقى، ما هو تغيير مدربين. ما هو انت اول حاجه محمد صالح عمل ايه؟ خلص الدوري، الكابتن طلعت يوسف جه في مهمه مؤقته لمده 48 ساعه لقياده الاتحاد السكندري في مباراه سموحه اللي هي مباراه البقاء في الدوري. لما خلصت المباراه قرر الابقاء على كابتن طلعت يوسف. اصل انت اللي بيحصل ايه؟ انه كل الانديه المصري، يعني زي ما حصل مع انبي كده، ولكن انبي حصل طفره انه كابتن علي ماهر مشي، فكابتن حلمي قدر يحقق الفوز، لعب ثلاث ماتشات، تعادل ماتش او خسر تقريبا، ماتشين تانيين كسبوا. خسر اسوان، خسر اسوان وكسب الزمالك والجونه النهارده، وكسب الجونه النهارده. بيحصل ايه؟ المدرب بيمشي بعد اربع خمس اسابيع، فيجي مدرب جديد مش مقتنع بنص اللعيبه، فيبدا يجرب، فيبدا يكسب ماتشين وبعدين يبدا يخسر تاني، بيبدا يجرب. انت بتلاقي ده بدايه الدوري في 18 مدرب، اللي بينهي الدوري بنفس مديرينه الفنيين اثنين او ثلاثه، ما بتلاقيش ابدا 18 فريق نهوا. انت في، شوف كام مدرب اتغيروا لحد دلوقتي، وشوف كام مدرب هيتغيروا لحد نهايه الدوري. احنا يعني احنا عندنا الزمالك غير مدربه، انبي غير مدربه، مين تاني؟ لسه ما حدش غير. اعتقد ان الجونه هيغير مدربه، ثلاث فرق او بعد خمس اسابيع. احنا لسه بنقول خمس اسابيع، فانت بتتكلم على كتير في البدايه. كل اسبوع احنا قعدنا فتره كل اسبوع في اثنين مدربين بيمشوا، فده بيعمل هزه، لانك على ما المدرب يجي بيبقى خلاص، بيبقى المدرب اللي جاي كل همه ان الفريق يقعد في الدوري، فيبدا يلعب على التعادل، يبدا على فكره تجميع النقاط، ما بيعملش نقاط كتير في الدور الاول عشان يكمل. السنه دي عماد المدربين الاثنين مدربين، عماد النحاس اللي كمل مع المقاولين السنه اللي فاتت، وطلعت يوسف اللي كمل مع الاتحاد من السنه اللي فاتت، هو اللي صدر الدوري دلوقتي، لان هم اللي عملوا فتره اعداد وهم اللي كملوا وهم اللي هم. فاتمنى انه الموضوع يكمل ونلاقي ثلاث اربع فرق بينافسوا الاهلي والزمالك على اللقب، او بينافسوا الاهلي على اللقب. يعني المدرب لازم يبقى عنده مشروع، مجلس اداره مقتنع جدا بالمشروع بتاعه عشان يديله الوقت. طبعا لازم في مشروع، لازم يبقى في، انت هو في حد في الدنيا، في حد بيدير شركه يجي يدير شركه وهو مش مختار الموظفين وهو شايف ان هم كلهم فشله، قبل ما يشتغل هيفشل. فهو بيجي مدير فني ما اختارش اللعيبه، ما جابش الصفقات، فهيعمل بيهم ايه؟ طب ما دي كارثه. طبعا ما هي دي، ما هو ده كارثه على النادي وكارثه كمان. انت بتلاقي تغيير المدربين الفنيين في اي حته بره بيبقى لما تكون الفرقه يعني خلاص. ولما بيمشي، هم لما بيكونوا خلاص مش مقتنعين المدير الفني هيعمل حاجه، ولما بيمشي المدير الفني بيكمل شويه المساعد بتاعه بالظبط عشان ابقى حافظ الدنيا اكتر. يعني هو توتنهام كان طفره، مشي بوشتينو وجه مورينو على طول، انما ارسنال مكمل، ليونبرج مكمل، السنه اللي فاتت مانشستر يونايتد كمل سولسكاير، بايرن ميونخ مكمل المساعد، يعني بيكمل شويه لانه عارف اللعيب اكتر حد حافظ خلاص. فما بيقولش بقى احنا لازم نجيب اسم مدير فني كبير ولازم لا، يعني ما بيحصلش ده. تمام. بكره ان شاء الله الاهلي ودجله في المركز الاخير، عنده ثلاث نقاط، عندهم مدير فني كان عمل طفره في الاداء برضه السنه اللي فاتت كلنا اتكلمنا عليه كتير جدا. السنه دي دجله شايفها ازاي؟ السنه دي واضح ان الفرق اللي بتلعب دجله حفظت طريقه دجله، فكره النقل الكتير، فبداوا يضغطوا. ده طبيعي. بداوا يضغطوا وبداوا يخلوا اللعيبه تغلط وبداوا يستثمروا الاخطاء دي، وتكيس ما غيرش من طريقته،
احنا السنه اللي فاتت كنا معجبين جدا بالفكره، وكنا معجبين باداء اللعيبه وان هم بيعملوا كره حلوه، ولكن السنه دي الموضوع دخل في مرحله الخطر. و مع ان المفروض العكس، المفروض ان انت المفروض بقى ان قعدت انت خلاص اللعيبه حفظت مش كده؟ وشربت الطريقه ما فيش لعيبه كتير مشوا من دجله، لا ما فيش. بس هم ما عملوش صفقات كتيره. ودجله بيتعامل مع مشروع كره القدم انه مشروع استثماري، يعني لانه النادي نفسه اصلا هو نادي استثماري، فهم بيبقى عندهم لعيبه مجموعه من الموهوبين بيمشوا وبيطلع بدلهم من القطاع لعيبه تانيه بيسوقوهم. يعني مثلا هم عندهم احمد رمضان بيكهام اللي خدوه من النادي الاهلي، لو لقوا فيه مبلغ وان حد هيشتريه وعنده حد جاد في انه يشتريه هيشتريه وهيدفع المبلغ وهياخده. هم طول الوقت عارفين ان هم التارجت بتاع دجله البقاء في الدوري، مش المنافسه، مش البقاء بس في الدوري عشان يعرض، عشان المنتج بتاعه يبقى طول الوقت الناس شايفاه. طب انت شايف الشكل الفني بتاع دجله ده قعده في الدوري؟ هيقعد في الدوري، هيقعد زي ما قعد السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت على فكره نتائج دجله ما كانتش، كان بيقدم كره حلوه بس نتائجه ما كانتش قويه برضو، يعني ما كانتش، يعني دجله مش، بس الكره، يعني دجله السنه اللي فاتت مش مخلص الدوري 7-8، لا مخلص بس كانت كورته 14. اسرع من كده بكتير. ما انا بقول لك، ما هو انت، ما انا توقعت العكس ان يحصل السنه دي سرعه بقى وفي ما ال... انا ما لا حفظت. ما هو انت ما انت بتلعب فرق حفظتك. ما هو انت السنه اللي فاتت كانت الكوره جديده، كل ما بتلعب كل ما اتشاف اكتر، الطريقه اتشافت اكتر، في ماتشات كتيره لدجله المدربين بيشوفوها فعرفوا الثغرات فين، فهو لازم يطور من طريقته، يعني لازم يطور من طريقته لانه هيفضل كده. تفتكر انه ممكن يطور؟ طبعا لازم يطور. يطور ولا يغير شويه الطريقه؟ ما هو التطوير ما يعني لو تغيير، طور لا لا هيغيرها، هيلعب بحاجه تانية خالص بقى، يبدا ايه، المفروض كان طور، يبدا من يعني هو قدام. الطبيعي ان انا بطور طريقه، بطورها للاسرع للاحدث لترجمه الاجوان، الحفاظ على الحاله الدفاعيه بتاعتي ما يجيش فيها اجوان كتير. لكن هو خسران 3 ماتشات من 6، ما هو يعني 3 ومتعادل 3، مش كسبان ولا ماتش. جاب جول تقريبا، يعني لو هتلاقي الاجوال هتلاقي جاب جول تقريبا، ليه 8، ليه 5 اهداف. 5 اهداف. يعني هو خسر من اف سي مصر، هو خسران 3 ومتعادل 3، عم تعادل ما كسبش 3 ولا ما مباراة، كسبش ولا مباراة. عشان كده بقول لك الموضوع صعب شوية. طبعا الموضوع صعب. و ماجد سامي ما بيغيرش، يعني هيفضل مكمل لا معاه. هو مدرب كويس بصراحة، هو مدرب كويس، بس الكورة بدأت تبقى أبطأ بكتير قوي من السنة اللي فاتت. طبعا هيتعامل كده بقى مع النادي الأهلي بكرة؟ لأن لو اتعامل كده أعتقد الموضوع هيبقى صعب جدا بالنسبة. اعتقد اي حد يعني ان شاء الله بيلعب النادي الاهلي الموضوع عليه صعب، من الكبير للصغير. دي حقيقة، على حقيقة، فكرة دي حقيقة، لأن أنا الأهلي مقتنع بيلعب بيها كورة حلوة أوي. خصوصا في الحالة الفنية إن شاء الله يا رب، اللي يعني عاملها ربنا فايلة يكرمهم، يعني مش مع عايزين النادي. نقطع يعني، بس لا، مواجهة الأهلي صعبة على أي مدرب دلوقتي وعلى أي فريق أيا كان مستواه. أنت عارف دايما أنا مؤمن بإيه؟ إن أنت لما تكون شغال على أساس صح حتى لو وقعت هتنجح بعد كده. طبعا لكن لو الموضوع جاي معاك كده بتقع شوية وتطلع شوية وتنزل شوية، حتى لو في نجاحات هتقع في الآخر. فكرة لكن أنت ما شاء الله ماشي كويس. توظيف اللعيبة ومعرفة قدراتهم والتغييرات اللي بتحصل جوه الملعب والتحركات اللعيبه جوه الملعب بتقول ان ده مدرب كويس، وده مدرب فاهم، عارف يعني ايه اهلي، يعني فاهم معنى وجوده في النادي الاهلي. لان الاعتماد على مجدي قفشه في مركزه الجديد الحقيقه اظهر قدرات رائعه لمجدي، يعني الحقيقه انه كان وهو قدام كان يعني متحجم شويه، لما رجع تحت الرؤيه بقت اوسع. اكيد اللعيب كل ما يلاقي مساحه خصوصا لعيب كوره. لعيب كوره، هو لعيب كوره، مساحه الرؤيه بقت اعلى بالنسبه له، التمريرات بقت اسهل، فاعتقد انه في مركزه الجديد بقى رائع، واتمنى انه يكمل كده. لانه انا اتفاجئت لما لقيت مجدي كان بجوار عمرو سلافة في ماتش الجونه، ولكن خلاص هو بقى البديل الحقيقي لحمدي فتحي في التشكيله الجديده، واعتقد انه هيفيد الاهلي كتير في المركز ده. هو النادي الاهلي او اي نادي كبير بقى محتاج ديفندر، ديفندر بمعنى الديفندر، وجنبه ديفندر بتاع مصانع الالعاب. ما هو ده اللي في حمدي، هو ده اللي في قفشه، وهو ده اللي كان في حمدي، هو ده اللي في محمد محمود، ان بالظبط رجعوا لنا بالظبط بالسلامه يعني، بالظبط. وهو ده اللي موجود الحقيقه في المجموعه اللي، وعلى فكره عمرو السوليه بيأدي دورين بمنتهى، واعتقد ان السنه دي عمرو السوليه بيأدي موسم ما شاء الله من عليه، افضل مواسمه مع النادي ما الاهلي، شاء الله المجموعه عليه. كلها الحقيقه، يعني المجموعه كلها الحمد انا لله بتكلم يعني. على قفشه لان قفشه يعني هو في حته السرو باص، حته طرقه الملعب، حته ان هو بيودي على طول، يعني اول تفكيره ان هو يودي واحد للجول، المساحه، هو فدي خد مساحه بالظبط. يعني، هو خد مساحه، رجوعه في الدايره، رجوعه متاخر شويه اداله مساحه رؤيه للملعب كبيره، واعتقد انه هيفيد الاهلي كتير جدا في وفكره انه الاهلي بقى عنده لعيب زياده في الحته الهجوميه بقت مؤثره جدا على الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي.
تعالى نرجع للبطوله الافريقيه تاني بسرعه كده. الاهلي عنده بلاتينيوم ان شاء الله الماتش اللي هو نهايه الدور وبعد كده بدايه الدور تاني. بلاتينيوم فرقه خسرت على ملعبها، شايف الموضوع برضو ازاي ممكن تيجي قدام الاهلي؟ الموضوع يبقى صعب. اي مباراه لو بتلاعب فريق هواه هي مباراه صعبه، لازم تخلص. هي كوره، هو بلاتينيوم خسر الماتشين وبقى متزايل المجموعه برصيد 0 نقاط، واعتقد انه الاهلي مرشح بقوه انه يحسم الست نقط هنا وهناك عشان يخلص الموضوع خالص يعني. ولكن لازم، انا ما شفتش الماتش بتاع النجم الساحلي ولا ماتش الهلال، ولكن واضح ان فرقه تخسر عرضها 3-0 هي فرقه ضعيفه، ما ادتش خالص قدام النجم. مباراه اعتقد ان هي هتبقى لو الاهلي في حالته وفي مستواه تبقى سهله في المباراه الاولى. واعتقد ان الناحيه الثانيه الفرقتين هيبينوا شكل المجموعه هيبقى عامل ازاي، يعني ماتشين الهلال مع النجم الناحيه الثانيه هيبينوا. ولكن احنا مطالبين ان احنا نحسم 6 نقط، ما فيهاش هزار، هي 6 نقط، ان احنا لازم أكيد في الجوله الرابعه عندنا 9 نقط عشان أكيد. النجم ما يجي لنا هنا ان شاء الله يبقى 3 نقط بتوع النجم يحسموا الامر تماما، ويبقى الجوله الاخيره مع الهلال في السودان ما مش مستنيين منها لان حاجه الهلال يعني. في السودان الموضوع هيبقى طبعا يبقى الجوله الاخيره يعني في السودان. اتكلمنا قبل الهلال، الهلال فرقه جامده جدا، والهلال خلي بالكم الهلال عنده وشفت الهلال عامل ازاي، كان يعني الاهلي كان متفوق على نفسه اي الاهلي بشكل فني. الاهلي في حالته الفنيه اللي بيعملها، الاهلي قدام النجم في تونس كان فارض سيطرته حتى وهو ب 10 لعيبه، فالاهلي في حالته الفنيه كان حاجه تفرح بصراحه. الموجود عليها لعيبته دلوقتي هيقدر يفرض شخصيته على اي فريق هيلعبه. واعتقد انه الاهلي مباراه دور المجموعات ان شاء الله هي مباراه تجهيزيه للي جاي، لان ماتشات دور الثمانيه هتبقى صعبه شويه. الفرق لما تبص على المجموعات الثانيه هتلاقي الترجي قرب بشكل كبير، هتلاقي سان داونز بيقرب بشكل كبير، هتلاقي الرجاء ماشي كويس، هتلاقي الوداد اتعادل ماتشين تقريبا. فالموضوع لا، في فرق كبيره رايحه، يعني كل الفرق الكبيره تقريبا رايحه. المازيمبي كسبان الماتشين، الزمالك كسب ماتش، فاعتقد انه هتلاقي يعني هتلاقي الترجي، هتلاقي النجم، هتلاقي الاهلي، هتلاقي مازيمبي، هتلاقي الرجاء، هتلاقي الوداد، هتلاقي الفرق الكبيره كلها موجوده في دور الثمانيه. ما شاء الله انا يعني دايما بشوف كده المباريات الافريقيه كده عندي، ما شاء الله الاهلي، لا الاهلي شكله مختلف ساده، انا اصلا مختلف جدا. طبعا طبعا فرض شخصيته وفرض وجوده في لعب النجم، طبعا الكلام على ان اصل النجم كان حالته وكان لسه مدير فني جديد، انت بتلعب النجم الساحلي في تونس ايا كان، لما تفرض شخصيتك وكورتك على النجم 10 في تونس لعيبه وانت ب 10 لعيبه، فالحقيقه ده 10 دقايق. لا، ده بيقول ان الاهلي ان شاء الله السنه دي في افريقيا في حاجه كبيره الاهلي هيعملها السنه دي باذن الله. باذن الله. اخر حاجه هسالها لك، الوقت جري بسرعه جدا، لو انت تكيس بكره ممكن تفكر ازاي؟ افكر ازاي؟ الاهلي دلوقتي بقى عنده الاربعه التركيبه الخمسه التركيبه الهجوميه المتداوله، يعني رمضان واجاي ووليد وحسين وقفشه، طول الوقت ما بتعرفش مين فيهم اللي موجود في 18. فلو انا من تكيس ابعد عن جوري اجاي اللي بيضحك على الناس وبياخدهم كلهم يطلعوا بره، اسيبه يطلع بره واسيب اللعيبه واقفه زي ما هي عشان ما يضحكش عليهم ويفضي للرجاله اللي جايه من ورا. الاهلي عنده، الاهلي بيعمل حاجه مهمه جدا، انه الاهلي كل اهدافه اللي احرزها لعيبه الوسط المهاجمين، مهاجم الاهلي لم يحرزوا اي اهداف في الدوري حتى الان. انا مش هسالك في حاجه، انت شكلك مدرب جامد قوي. انا مش هسالك، لا نقفل الاسئله دي. نورت شرفتنا. شكرا يا ميدو، ويا رب اكون ضيف خفيف على مشاهدي قناه النادي الاهلي، واتمنى ان الحلقات الجايه تبقى. انت عايزك تحضر ملفاتك بقى عشان ان شاء الله ان شاء الله. بس احمد عاوز يعني النهارده كده يعني النهارده اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بالظبط كده. نورت الدنيا. شكرا. ان شاء الله تنور كل يوم ثلاث كده على خير. شكرا شكرا جدا. ربنا يخليك. دي كانت اولى فقرتنا مع النجم الناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد عويس الناقد الرياضي. هيكون معايا بعد الفاصل النجم الكبير كابتن امين عرابي نجم الاهلي السابق.